aroornimadi hore ee saaka ayaa airport-ka Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa soo cagadhigtay diyaarad waday meedka Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee qaranka Soomaaliya Colonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo 23kii bishan ku geeriyooday magaalada Dubai ee suutaga Imaaraadka Carabta waxaana marxuumka diyaaradda ka soo dejiyay ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo si gaar ah loo tababaray iyadoona astaanta baroordiiqda ee heer qaran ay garaaciyeen kooxda Baanbeeydu kadib ayaa munaasabad ballaaran oo askarameed loogu sameeyay marxuumka oo lagu qabtay isla airport-ka Muqdisho waxaa ka qayb galay masuuliyiin ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dawladda Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Maxamed Cali Gaas xubno ka tirsan labada gol ee dawladda ehelada marxuumka maamulka gobolka Banaadir ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaarkood safiirada Soomaaliya u fadhiya qaar ka mid ah wadamada caalamka culimowdiin aqoonyahanno iyo dadweyne aad u fara badan kuwaas oo dhammaantood ka qiraysna geerida ku timid Allah u naxariistay marxuum Cabdullaahi Yuusuf Axmed munaasabadan oo ujeedadeedu ay ahayd in marxuumka loogu duceeyo laguna tukado salaada janaasada ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay wasiirka garsoorka iyo cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Ugaas Axmed Bile oo jeediyay kalmado diini ah iyadoo kadibna marxuumka lagu tukaday salaadii janaasada ahayd inna lillahi ma a'ta wa ma akhadh wa kullu shay'in 'indahu ajal musamma la yatajawaz ahad إن شاء الله ترتيباتكم وحين نكون دولان صلاة تكلينا وفق مسلم كا مكة أو بنتو ذاك مسلمين توكتن بأي أفر شيء أي واجب كنا قنيسا شيء كوباك إن وفق مسلم كا الله تقو لكفبيو لقلتو كذو لأعصو مسلمين ده أي واجب كتا أساقا ويحي وكتغي أو طريقة أما حولاء وحاكا واجبية إن ميد كيسا ويحي خرجوا لغو تهيزا يو لغو تهيزو ويحي دين لغوها لغا بحيو ويحي قوضر دار مي أساقا أو أن ويحي قولي يهي سدح بك حل أن كبادن كرين إلا بحيو مركا أكدب أيين دحل تويدو ويحي أيلادا هاي قاضا نيسا وحاضرين كرما إلى سلاس أتوكتان صلاتنا مدام ومدحوينة يعني كان عاصا إنه مدحوينها أي جنازة نتوجين أي مركز كدب أي كلمات كلا أورانها يعني كتب بين دولان إن شاء الله مدام هذا الوقت كل أمكرول يهي إن أن حوش نسلا أقلو وحن من الله إن كعو سنيا قف تواغن إيا قف كنا مقرأيا qof walba waa meel sugaysa in uu caafiyo walaalkii waxaanihi maama wixii deyn ah oo lagu leeyahay waa laba nooc deyn qaran loo garay nin qaran kasoo shaqayn jiray uu ahaa marka hal la caafiyo salaadana uu istaaga sujuud ma laha salaadu sida aad u taagan tihiin nin walba halka uu taagan yahay ha istaago أنا بسرعة مش هذا موجود بسرعة الله أكبر الله أكبر يعني
الله أكبر. رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي محمد علي قاس او سلاد كدب مناسبة قطبة كجيدي ايا سيكو بن اوغاها اللي تاريخ ذا الله ونحريستي مرحوم عبد الله يوسف احمد وحانا سيدو كلاو رئيس الوزراء شاقي ان مرحوم كلاغو آسي يمقال ذا قال كعيو يلو واحد نوو البنو حمر يا دمشق وحريكو غبر يا انو جلالي فردوسة كورابيو كتاب كي سلق عنك بذكا سيو ربان وفد الصومالي ادنا صدري ايمان كسيو مرحومكو وفرحانو لو بيسوكو جري اسبتال وانا سيمو يا شاهنا تضوى دي مارسو كسو بو ضي مدحوينو ري اسبتال كو بجري يا ابو دري انا عبد الله يوسف وفو احا ودين كسي فابد رجعي وقت يسين تبضان لأخو اي ومدى الصومالي يعني يسين دل قوهر لها دولو الوارتا مرحومكو وفو احا مدحوينو قوهرية دولة تدارو إلى أساسي أكتوبر لوقت أفرتي كل ما تقول عبد الله يوسف سال أفسنتين بوضعها اللهم حريستي أساسي دولة بلدان فرسال نكاها بودها أن نبدأ كشفتا بلدان وسيجارة روح حصوص الدولة مرحومكو تاريخ سالك مرسو كوبي كرنو فسيبناك وحا إيرو مرحومكو قريبو كشاكيني تاتريس مرحومك إلهي أون حريستو وحان كوار نسيبو يا شيخ إنو نغري بالبير الصمالي يا قري صبر له تاريخ ذا ترمويت كيسا تاسو كريش كي تاريخي سي تمرض الصومالية با رو عبد الله يوسف احمد وحلو بك بندو نبيت كيسا سلو شيء بدو كان وزيركو مجرد قال قاعد يقبل كمدل بطلان هكا صلوبو فاس الدورة سلامانتا شيء الله بعتنكا مارس الله وقل إلى بيه طبعا إن شاء الله أهو مرك حما موسى قرن ودم أهو وحان هدو عينيا مديني تحصيل قرن ووصول كدري يكون مطلع إن إمانتا أنا سبب إمانو من أسرد أن لغو ما موسى تحسد قرن إمد حوين عبد الله يوسف سيو كره بحرم هذا العلم يا كسر القرية شن أسرد أن يدم ما إلى الله يعد يقعن كم وين كجي سبتي من أسرد أن بحر يجنا أنا لو بك كارنت ورباهنت وسوت كجي سي هنا جالس ندم ما شعب الصومالي يال كان يقدر أنا رجوجي بحر بحر بعد إلهي وغبر يمنا إنه مثل عبد الله يوسف نحريس بكور أبيه madaxweynaha Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo isna ka hadlay gabagabadii asqarameedkan loo sameeyay Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya marxuum Cabdullaahi Yuusuf Ahmed ayaa ugu baaqay guud ahaan umada Soomaaliyeed in ay iska caafiyaan marxuumka isla markaasina ay u duceeyaan maqbara waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lahu ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma إلهي نحريس تيجا نحكو رابيو صبر يا إيمان نحن نغسيو أهل كيسة في عمد الصومالي نحو تعزين إلى قدر داس نحن انت الهيت انت اسمك يعني بيوكو ووحنا ودي السقايا ديرودو وانا حق قف والبو أدون نحن نورنا ودمدو أنا أخونا لكل مدونا عليهيس سيدا أو نوبر أرجي وزير كعدالة ما أنت وحقوها بوان وعن سماي كرمو كنا ندعينا ولا الكنوا وان إلهي هو يدينو دنبي داف سيدا سوكالي هنا نسكعف إنو قفك واحتبنا يا بني آدم كتب شلق مغايو هنا نسكعف إنو إلهي لنا حريس هو يدينو أنقنا إلهي عن كبرنا إنو سنقداشي سا نفذنا إنو أنت صديق عن راقو علاقاتك كنت مفهوم كان يقال لها هاي اللي جدا في علاقات أبو في عنو هاي أنت وستارت كجرينا ثلاث نحو دسعون إلي بحان ربا مركا يعني أمها دعليو لبدا ولدوت وسيقارة قعان وبسيسي كورحي أنت مرحوم ودولة اليمن وأنوغا مهد علينا sidoo wanaagsan ay u soo dhaweeyeen walaalkeen marxuum iyo dowladda Imaaraadka oo xilligii dambe oo arrintii sheegay cuslaatay aan ka codsanay inay madaxweynaha marti qaadaan isaga iyo ahalkiisa kana warqabaan oo runtii si gaar ah uga warqabay ayana ayagana kana ku hadlaya magacayga iyo magaca dowladda iyo magaca ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo sidaa la idiin sheegay irtibaadku waxay u dhici doonaan
سيدا قسمه رئيس وزارة أنا قدومية حقانك رئيس وزارة أنا وزير حقان حسيقا أنا قدومية قدقة قبان قابضا سيدا سيدا نقول عدوانا ما أنتوا تعزي خرم وحن دعيني ناولادكين وأنا ميلا أنو وضا سعونا إلهي نوحن كبرينا إنو دنبقي سنة دافو أبقي سنة واسعيو عدي دين قرن لهيد رنتي آل وقدر دار من نفتي سخير الله سيو وحي ملفات هاي وهاينا وحن رجينا نقفان وحلهينا نوصم وحصودو أنا نم وأنا واجب دولة سارة وحن أبلن قادينا أنت كران كينا إن نقيب كتاقمو دين تشخصي أنا وحي نقل ماري وايدنا إن شاء الله ديارا نهي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان